علي رزق يلعب كرة داخل وبحركة جميلة، ولكن استخلاص الكرة من مدافعي فريق التعاون، تصل من جديد إلى لاعبي فريق التعاون. متابعة طيبة من لاعبي فريق الصدقة، ولكن هناك يقظة واضحة من مدافعي فريق التعاون. لعب الكرة داخل أو تتجاوز منتصف الملعب، فرصة وخروج الحارس في الوقت المناسب، حارس مرمى فريق الصداقة جمال سلطان. تعمده القوة أو دخل بقوة على اللاعب تيلانداي. لعب الكرة بشكل جيد، قريبة جدا الجهة اليمنى، يحاول رفع الكرة ولكن إبعاد الكرة من مدافع فريق التعاون. إذن لاحظ الإعادة، شكرا للزميل علاء الحضيري. شوف الإعادة، شوف وخروج حارس المرمى جمال سلطان. خطاب النجار يلعب كرة طويلة وإبعاد الكرة من جديد، إبعاد الكرة، تصل من جديد. هنا استخلاص الكرة من طه برواك، يلعب كرة وعلي رزق ماذا يقول؟ ركلة جزاء، إذن الحكم لا يتوانى، الحكم رفع لحوتي يمنح ركلة جزاء لفريق الصداقة في هذه الدقائق. إذن ركلة جزاء، يتحصل فريق الصداقة على ركلة جزاء. نتابع ركلة الجزاء، هل ستأتي بأدير نادي الصداقة؟ شوف التمريرة، وهنا دفع حاسي، مالك الحاسي، يسجل مالك الحاسي، إذن يسجل الهدف الأول، هذا أعتقد هو الهدف رقم 98 في الدوري الليبي، أو 99 عفوا، ننتظر الهدف 100. هناك لقاء الاتحاد والشط في طرابلس، الفوني يلعب كرة، استخلاص الكرة وكنترول ولا أروع، لعب الكرة بينية الكرة، ولكن فتح الطلحي يلتقط هذه الكرة، كانت جيدة، أحرز بها ووقع بها الهدف الأول لفريق الصداقة. خطأ يشير للحكم، رفع لحوتي، إذن خطأ، لعب الكرة من جديد، رفع الكرة بشكل جيد ولكن بعيدة على فرصة على رزق، يلعب كرة عرضية، فرصة ولكن بعد الكرة، ولكن هناك راية، فرج عبد الحفيظ يلعب كرة ولكن فتح الطلحي أو عفوا جمال سلطان، علي رزق يلعب كرة داخل منطقة الجزاء والطلحي، ولكن تسقط الكرة، وهنا على التعاون أو عفوا الصداقة، هنا لعب الكرة عرضية، فرصة لفريق التعاون، محاولة المراوغة، لعب الكرة عرضية التعاون، كاد فريق التعاون أن يشكل خطورة، يراوغ بشكل جيد، علي رزق يراوغ مرة ثانية، السلام علي رزق يلعب كرة، ما زالت الخطورة قائمة من علي رزق، وجاسم الخامس يلعب الكرة ولكن في أحضان حارس مرمى فريق بشكل جيد، أحمد جمال يسدد من بعيد ولكن بعيدة، طه برواك يلعب كرة، رفع الكرة بشكل جيد، فرصة كانت لفريق الصداقة، زالت الكرات بعيدة بعض الشيء عن هنا، خطيرة هذه الكرة، نتابع هذه الكرة اللي كان فيها تيلانداي متسلل، لاعبي ومهاجمي فريق، رفع الكرة بشكل جيد ورفع الكرة، وخطيرة هذه الكرة، ولكن أعتقد ماذا يقول الحكم؟ إذا دفع، خطأ كما يشير رفع لحوتي، إذا خطأ على تيلانداي، دخل بقوة على الحارس جمال سلطان، إذا كان هناك دفع، نشاهد أمامي، شكرا للزميل علاء الحضيري، شوف الإعادة، إذا هدف أبيض، الفريق الصداقة يتقدم بهذا أو في هذا اللقاء في الشوط الثاني، شوف الإعادة، الحكم كما قلت الحكم رفع لحوتي من مواليد 1987، شاهد أمامي، ثاني مباراة هذا الموسم، المباراة الأولى حكمها بين الشط والمدينة، العمل يشتغل موظف في الإدارة المالية في جامعة بنغازي، وهنا محمود الشلوي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، من يقابل؟ والتقاط الكرة عبد الرحمن الجغمني، بكل ثقة فريق الصداقة، استحواذ على الكرة من محمد أبيدال، لعب الكرة بشكل جيد، محاولة إبعاد الكرة، فرصة لفريق التعاون ولكن تسديدة ولكن بعيدة، ماذا يقول الحكم؟ أعتقد ركلة مرمى بالفعل، ركلة مرمى، شوف الإعادة، هذه تسديدة الشامخ القذافي، اللي اللاعب اللي قال
تحدثنا عنه وتحدثنا عن خطورة الشامخ القذافي. لعب الكرة فرج عبد الحفيظ، لعب الكرة بشكل جيد، من يقابل؟ عبد الرحمن الجغمني، وما زالت الكرة قائمة، ولكن أعتقد هناك شد واضح، هناك خطأ على حارس المرمى. إذن شوف لي عادة رفع الكرة من فرج عبد الحفيظ، بالفعل على تلنداي، أعتقد الكرت على تلنداي، انذار. أو يعود فريق التعاون من جديد في الدقائق الأخيرة. كورتي يلعب كرة إلى اللاعب رقم 11 حمزة الشلوي، وحمزة خطيرة، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، ولكن هناك خطأ، كانت هناك كرة خطيرة وكرام. هنا الكرة والإعادة، شوف الكرة الخطيرة اللي كانت عن طريق تلنداي، ولكن الشامخ القذافي كاد أن يخطف هذه الكرة. نذكر الأخوة المشاهدين الكرام أن النتيجة ما زالت لمصلحة فريق الصدق، سبق وأن قاد المنتخب الليبي. هنا ركلة جزاء علي رزق ودخول خطاب النجار على علي رزق، ولكن نترك أهل الاختصاص. هنا ركلة جزاء، مالك الحسي كيف أكمل الكرة، ممتاز مالك الحسي، لاعب متميز حقيقة، صانع الفرحة. وهنا وفي هذه اللحظات إخوتي المشاهدين يعلن الحكم رافع الحوتي عن انتهاء زمن ودقائق هذا اللقاء.